بكم من جديد. ارتفع عدد انتهاكات المجموعات المسلحة لنظام التهدئة في محافظات دمشق وريفها وحلب وحما وحمص والقنيطرة ودرعا واللاذقية إلى 55 خرقا خلال الساعات 24 الماضية. وأدت هذه الخروقات في حلب إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 5 آخرين، في حين استشهد الطفلة وأصيب 3 مواطنين بجروح في اعتداء على قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي، كما أصيب طفل في بلدة الفوعة بريف إدلب بجروح. رجح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن يتبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم قرارا لدعم الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا. وقال تشوركين: يجب علينا اتخاذ ذلك القرار في هذا الموعد، موضحا أن الوثيقة التي يجب أن تعتمد ستدعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف. قالت وزارة الدفاع الروسية أن المباحثات التي أجراها رئيس هيئة الأركان العام فاليري كيراسيموف مع نظيره التركي خلوصي أكار سمحت بتقريب تقييمات الجانبين بشأن الوضع في سوريا والإجراءات الضرورية لدعم نظام التهدئة. وأكد رئيسا الأركان الروسي وتركي عزمهما على تطوير الحوار ومواصلة التعاون بين وزارتي دفاع البلدين. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في وقت سابق البارحة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في الخليل بالضفة الغربية. هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب محمد السراحين من بلدة بيت أولى شمال الخليل استشهد متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنزله والاعتداء على أهله وإطلاق النار عليهم، ما أسفر عن إصابة 2 بجروح بينهم الشاب محمد الذي استشهد فيما بعد. تمكنت قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الليبية من تحرير عدد من الرهائن كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت، ومن بين الرهائن جنسيات آسيوية وليبيون، وتم العثور عليهم في مبنى صغير في حي بمدينة سرت، وروى الرهائن معاناتهم لدى الإرهابيين. ختام الموجز وعودة إلى ليا وفرح في صباح في استوديو صباح النضير. نعم، شكرا لك زميلنا ناصر من غرفة الأخبار. أكيد مستمرين بصباحنا لليوم وبهالصباح الصباح المميز.